الهاتف سيادة لواء أركان حرب هشام الحلبي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. أهلا بك يا سيادة اللواء. أهلا وسهلا بحضرتك فندم بالسادة المشاهدين. أهلا بك سيادة اللواء. يتخذ التعاون العسكري بين مصر وروسيا جانبا مهما من العلاقات، يتواصل الجانبان دائما وحوار رفيع المستوى حول الأزمات الإقليمية ومكافحة الإرهاب. برأيك سيادة اللواء، كيف ترى أهمية التعاون العسكري بين مصر وروسيا خلال المرحلة الحالية لمواجهة بطبيعة الحال الإرهاب؟ أولا الإرهاب، روسيا لها تجربة ناجحة مع سوريا وفي مواجهة في الجماعات الإرهابية في سوريا بشكل كبير جدا، فنقدر نقول إن هذا النموذج الناجح يمكن أيضا أن تساعد روسيا في منطقة سواء الحالة الليبية، يمكن دي الحالة بالنسبة لنا قريبة جدا ومهمة جدا، والمساعدة بس مش لازم تكون مساعدة في عسكرية، لأن هي مقعد في مجلس الأمن في قرار بحظر السلاح على الجيش الليبي. نعم. قرار آن الإوان إن يبقى في دولة زي روسيا لها مقعد دائم ونقدر نسيره مرة أخرى في مجلس الأمن. أيضا إضافة إلى الناحية السياسية وهي ناحية مهمة، السلاح وتنويع مصادر السلاح الملفات المهمة في مصر، وتنويع مصادر السلاح وأحد المصادر بالنسبة لنا روسيا، وأنا شايف الملف ده يعني في تعاون حالي موجود. لسه اللجنة المصرية الروسية على مستوى وزراء الدفاع كانت منعقدة من أيام، شكلت هذه فكلنا اللجنة عام 2015. بالظبط كده، والحقيقة منتظمة، ومن أيام كان موجود في مصر وزير الدفاع الروسي. بالنسبة لي أنا شايف أنها فرصة ذهبية لروسيا أيضا في هذا التوقيت بالذات. لكن هذه اللجنة سيادة اللواء التي تحدثت عنها، اللجنة المشتركة للتعاون العسكري والتقني بين البلدين، برأيك كيف تساعد في تطوير القدرات التسليحية والقتالية للقوات في كلا البلدين ليس فقط في مصر؟ هي بتساعد في كذا اتجاه، نمرة واحد في تدريبات مشتركة بيننا وبين روسيا، والتدريبات المشتركة يمكن من أرقى مجالات التعاون العسكري، وكان في تدريب حماة الصداقة موجود في روسيا وراحت قوات مصرية موجودة هناك تدريب، وهم قبليه جم هنا في مصر، فدي نقطة مهمة جدا، نقل الخبرات مع دولة زي ذات ثقة سياسي وعسكري، وأيضا دولة في مصر لها ثقة إقليمي ولها خبرة في مكافحة الإرهاب، هذا التعاون في منتهى الأهمية. بالنسبة للتدريبات المشتركة أيضا، فدول مجالين للتعاون أيضا. بالنسبة للتبادل المعلومات والاستخباراتي دي نقطة مهمة جدا، فدول ثلاث مجالات على الأقل وفي إطار حماة في المجال الصداقة، العسكري. في إطار مناورات حماة الصداقة التي عرجت عليها الآن سيادة اللواء، تم توقيع عقد توريد أكثر من 40 مقاتلة من طراز ميغ 29 الروسية للقوات المصرية، واتفاقيات أيضا لصيانة وتطوير الأسلحة الروسية. برأيك سيادة اللواء، كيف يستفيد الجانبان من هذه المناورات وأيضا تلك الاتفاقيات؟ طبعا الاستفادة من مناورات المقاتلين في كلا البلدين، القوات المسلحة للبلدين بيستفيدوا من ان هو يتدرب في اجواء وعلى ارض مختلفة تماما. في طبيعة الجو في روسيا شكله ايه، وهنا الموضوع مختلف تماما، في خبرة جدا كويسة جدا للقوات المسلحة الروسية، وايضا على نفس الاتجاه بالنسبة لمصر في اجواء مختلفة تماما عننا. وهم معايير عندهم برضه معايير كويسة للتدريبات، وزي ما دولة زي السلاح مهم جدا، ان احنا احد الركائز الاساسية لسياسة التسليح في مصر تنويع مصادر السلاح، وان يبقى عندي سلاح من يعني عدد كبير من الاتجاهات ومن ضمنهم روسيا، وعندنا سلاح روسي، ودخلنا على فكره 73 حرب 73 سلاح روسي وانتصرنا بيه. نعم. فالتجربه دي تجربه بالنسبه لهم تجربه مهمه، وتعاون عسكري ليه تاريخ الحقيقة.